الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. نفت اللجنة المالية النيابية ما تردد عن نية البرلمان لإعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده 1200 دينار عراقي مقابل كل دولار أمريكي. وقال عضو اللجنة جمال كوجر أنه من الصعب جدا إعادة سعر صرف الدولار إلى سابق عهده، وأن هذا ليس من مهام البرلمان بل إنه من صلاحيات البنك المركزي العراقي ووزارة المالية، مشيرا إلى أن أغلب موارد الدولة تذهب للموازنة التشغيلية، وإعادة سعر الصرف يعني إضافة ما نسبته 23% على موازنة الدولة كفرق لسعر الصرف. هذا واستبعد كوجر تمرير قانون الموازنة المالية لهذا العام من دون تشكيل الحكومة التي ما زالت رهنا بتوافق القوى السياسية على تشكيلها. بلغت إجمالي مبيعات البنك من الحوالات الخارجية أكثر من 230 مليون دولار. وقال البنك المركزي أنه باع خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 254 مليون و188 ألف و569 دولارا أمريكيا بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وأضاف البنك أن نسبة 91% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، مشيرا إلى أن 33 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج، وأن 13 مصرفا قامت بتلبية الطلبات النقدية. قال مدير عام دائرة الثروة الحيوانية عباس رحيم إن فتح باب الاستيراد في قطاع الدواجن وإنتاج بيض المائدة سيؤدي إلى ضرر بالعاملين بالقطاع. وأضاف رحيم أن أكثر من 7700 مشروع يختص بالدواجن وبيض المائدة سيتأثرون بشكل كبير وملحوظ مع قرار إعادة فتح الاستيراد، وسيتحول كثير من العمال إلى عاطلين عن العمل فضلاً عن استنزاف العملة الأجنبية في البلاد. وبحسب إحصائيات سابقة فإن استهلاك العراق من البيض قرب 6.5 مليار بيضة سنوياً، بينما يبلغ الإنتاج أكثر من 7 مليارات بيضة، ما يعني أن الإنتاج يغطي الحاجة نحو 110% من حاجة السوق. توقعت مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 4.6% خلال العام الحالي. وذكرت المجلة أن معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 2.4%. وأضافت مجلة جلوبال فاينانس أنه من المتوقع جدا أن تشهد رابطة الدول المستقلة الكومن وولث أعلى نمو للناتج الإجمالي المحلي خلال عام 2022، تليها رابطة دول جنوب شرقي آسيا آسيان، فيما ستشهد أقل نمو للناتج المحلي الإجمالي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي. في هذه الأثناء ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي أثارت فيه أنباء عن اعتزام مجموعة الدول السبع حظر واردات المعادن من روسيا رسميا بسبب غزوها لأوكرانيا. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3%، وتحركت أربع من دول مجموعة السبع لحظر واردات الذهب الروسي يوم الأحد لتجديد الضغط على موسكو وقطع وسائلها لتمويل غزو أوكرانيا. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
إلى اللقاء.